السلام عليكم، ازيكم يا بنات في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. وحشتوني جدا جدا، منزلتش فيديوهات من شهور. بس بجد كانت ظروف خارجة عن ارادتي، منها ظروف صحية كنت تعبانة جدا. الحمد لله الظروف عدت على خير. وحشتوني قوي. كمان بشكر كل اللي سأل عليا عن طريق رسائل الصفحة او على الواتساب. بحبكم جدا جدا، ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من كلامكم الحلو قوي ليا بصراحة. يعني مش عارفة اقول لكم، يعني مش يعني بتحرج جدا من كلامكم ده. ربنا يخليكم ليا فعلا. النهاردة هنتكلم عن انواع الخيوط المفضلة ليا. الانواع دي كان كذا حد سأل لي ايه افضل حاجة بتحبي تشتغلي بيها في خيوط الصيف، فانا بحب دايما وبفضل عن خيوط الهيمالايا، بفضل خيط الاليزا. انا بحبه جدا، يعني انا بحب ماركة اليزا، رغم ان ماركة هيمالايا خيطها انضف واعلى وجميل، ولكن اليزا بصراحة حلوة قوي. كمان متوفر منها درجات الوان كتير جدا، سواء في الجانجا او في السادة. كمان هنتكلم عن الخيوط اللي فيها نسبة قطن، وكمان الخيوط اللي هي اكريليك بس، وكمان الخيط الجديد اللي نازل من ماركة اليزا اللي هو امبر باتك. ده خيط متدرج للون واحد، يعني بناخد لونه وهو متدرج بلونه، من الافتح للاغمق شوية للاغمق اكتر. الخيط ده مختلف شوية من حيث كمان وزنه. الخيط اللي احنا دايما متعودين نشتغله دايما شالته بتبقى 100 جرام او 50 جرام، لكن الشالة بتاعت الخيط الجديد اللي هو امبر باتك اهوت، ده مختلف شوية ان وزنه حوالي 200 اهو 250 جرام، يعني ما يعادل من شلات الأليزا العادية بحوالي شلتين ونص. عدد أمتاره 875 متر. طبعا ما يفرقش كتير خالص عن الفتلة بتاعته، ما تفرقش خالص عن فتلة أليزا العادية اهو اللي هي أليزا الديفا، ما تفرقش خالص عنها. نفس الفتلة، نفس استعمالنا لمقاس الإبرة، ولكن اللون بتاعه هو الحلو، يختلف في الوزن ودرجات تدريجات الألوان بتاعته من الأفتح للأغمق زي ما احنا شايفين كده. نازل منه ألوان كتير جدا ودرجات كتير قوي حلوة قوي اهو. دي كده الوانه اللي على التيكت، هي دي الوانه اهو، كشمير والموف والفيروزي والتركواز والاحمر والاصفر، يعني الوان كتير جدا جدا والوانه حلوة قوي. وكمان ممكن احنا نقدر ننفذها باي غرزة، لان اللون بتاعه بيبقى رائع. يعني احنا بنعتمد مثلا في الشغل الخيط ده على تدرج الالوان، يعني بتلاقي كل حاجة بتشتغليها اي غرزة بتلاقيها حلوة جدا. استعمال مقاس الابرة فيها هستعمله من رقم 2 لـ 2.5، انا بفضل المقاس ده، والمقاس ده بيظبط معاكي في الشغل جدا مع سماكة الخيط ده، بالذات في الخيط الاليزا ديفا. والديفا نفسه هو الخيط الجديد ده، اليزا ديفا اهو، نفس سماكة الفتلة زي ما احنا شايفين اهوت، ده اليزا ديفا. الشلة دي 100 جرام، 350 متر. شغلها بجد اكتر من الرائع. وانا كنت اشتغلت معاكم بلوزة او بنشوف في القناة بنفس اللون ده وبنفس الخيط ده، نتيجته تحفة جدا، بس لو ظبطتي مقاس الابرة مظبوط، لان ناس كتير كانت بتقول الغرزة بتاعته بتطلع واسعة او مهوية، فده علشان خاطر بتستعملي له مقاس ابرة اكبر، فهو من 2 لـ 2.5، ما تكتريش عن كده. بيبقى حلو قوي في اللبس، بيبقى حلو قوي في المفارش، ولكن في المفارش هنصغر الابرة كمان علشان خاطر الخيط ده فيه
نسبة طراوة او بيبقى مهدول يعني، تمام. فنفضل ان احنا في المفارش ان احنا نصغر مقاس الابرة فيه شوية. طيب ده كده اليزا ديفا، واتكلمنا على اليزا الايه الجديد، واتفقنا انه بنفس مقاس الابرة النوعين. كمان مين كمان يشترك معاهم في نفس سماكة الفتلة ونفس كمان مقاس الإبرة؟ نوعين كمان، أليزا بيبي أهو، أليزا بيبي ما يفرقش كتير خالص عن أليزا ديفا، الاتنين واحد، نفس الفتلة، نفس السماكة، كمان نفس عدد الأمتار 350 متر، تمام كده ما فيش فرق ما بينهم خالص. هنيجي بعد كده، ده كده برضو اليزا ديفا ولكن جون جون، خلاص برضو ما يفرقش عنه، 350 متر برضو، والشلة 100 جرام. يبقى احنا كده عندنا 3 انواع زي بعض، اليزا بيبي، اليزا ديفا جون جون، اليزا ديفا السادة، خلاص ده كده زي بعض في نفس السماكة، معاهم الايه الخيط الجديد، نفس السماكة، نفس فتل الفتلة، وبرده نفس مقاس الإبرة هنشتغل بيه كده، نفس المقاس. طيب في كمان أليزا بلس، أليزا بلس ده برده ما فيهوش نسبة قطن، ويختلف بقى في ايه، يختلف في ان الفتلة بتاعته سميكة شوية عن الاليزا الديفا، شايفين اهو، دي الخيط ده سميك عن اليزا ديفا، تعالوا نعمله مقارنة اهو، شايفين هنا رفيعة قوي، دي رفيعة قوي اهي، وهنا الزيتي رفيعة شايفينها، وهنا البلس فتلته سميكة. طبعا ما ينفعش ان احنا لو بنشتغل مشروع او شغل، ما ينفعش ان احنا نكمل مكان الخيط ده بالخيط ده، ناخد بالنا كويس قوي انه اليزا ديفا بلس في عنوان تحت صغير، لان طبعا المبتدئات ما بتاخدش بالها وهي بتكمل الشغل، بتبقى باصة على اللون والماركة بس، وما بتبقاش واخدة بالها من الايه ان في هنا عنوان صغير بلس. الفتلة دي أسمك، الفتلة دي هنشتغلها بإبرة من رقم 3 لـ3.5 على حسب ما انتي محتاجة شكل الشغل يطلع، بتبقى عايزة تشد ايه، لو ايدك بتشد يبقى هتستعملي إبرة رقم 3.5، لو ايدك كويسة في الشغل وبتطلع الشغل مقاسه كويس يبقى هنستعمل إبرة رقم 3، هتبقى مناسبة جدا. ده كده بالنسبة لأليزا ديفا زي ما اتفقنا، وأليزا بلس بالمقارنة ما بينهم هما الاتنين. كمان هنستعملها البلس دي، بتبقى في الشغل شوية تقيلة، فأنا برشحها بشتغلها بغرز شوية مفرغة. كمان لو هنعمل منها بطانية بيبي هتبقى حلوة. كمان ممكن نقول يعني حاجات يعني في اللبس تكون يعني شوية مفرغة، ان الفتلة بتاعتها شوية سميكة، خلاص. هنا الخيط ده بحبه جدا جدا، شايفين في لمعة حلوة قوي، يارب تكون باينة معاكم. الخيط ده اهو، ايوه واضح كده، ده خيط اليزا فروذر، ده الخيط ده حلو برضو ما فيهوش نسبة قطن، ولكن انا بحب استعمله في اللبس، حلو ولكن في حاجات السواري يعني، بعمله سكارف، شال، بلورو، يعني حاجات من كده. كمان ممكن استعمله في عمل المفارش، بيبقى حلو قوي علشان خاطر اللمعة بتاعته. هنا كام وزن الشلة؟ هنا 50 جرام زي ما احنا شايفين كده اهو، 280 متر، تمام كده. ده كده شكل الشلة، الوانه بقى حلوة قوي، الابيض بتاعه حلو، بس بصراحة هو خالص دلوقتي من عندي. ده الفيروزي، بس هو بس الالوان شوية مش ظاهرة زي الحقيقة، في لمعة حلوة قوي، الاحمر بتاعه برضو جميل، بصراحة كل الالوان بتاعته حلوة قوي.
حلوة قوي وشيك جدا في الطبيعة. فالخيط ده رخر يا بنات حلو قوي قوي وبحب استعمله. كمان نخش بقى على الخيوط اللي هي فيها نسبة قطن، زي خيط الكوتون جولد. الخيط ده حلو قوي 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 يا بنات، وخصوصا لما بتجي تعمليه مفرش سرير، او بتعمليه مثلا كوفرتة بيبي، يعني حاجات من كده. كمان بحب استعمله بس مش في فصل الصيف قوي، دايما ممكن نقول في فترة الربيع احنا داخلين على الصيف، وفترة الخريف واحنا داخلين على الشتاء، لان الفتلة بتاعته سميكة شوية وبحس ان هو تقيل، يعني ده رأيي الشخصي بصراحة. يعني زي ما انتي حابة، بحس ان انتي لو اشتغلتيه بحس ان هو تقيل شوية، بيحرر، مش بيحرر لا، يعني تقيل شوية يعني، لكن هو مش بيحرر طبعا، هو فيه نسبة قطن حلوة قوي، بس انا بحب دايما في فصل الصيف الاجهزة الديفا، علشان خاطر بيحسسك ان هو خفيف قوي على الجسم، مش بيحسسك بتقل على هدومك يعني، فاهماني؟ اهو دي كده الفتلة بتاعته، شايفين هي سميكة. طبعا هي الفتلة روعة روعة، اكتر من الروعة. ده اليزا شلتها، اليزا كوتون جولد هوبي، ناخد بالنا كوتون جولد هوبي. دي 50 جرام، اهي 50 جرام، 165 متر. الشلة دي عاملة 16 جنيه، فحلوة قوي. بحب استعملها بالذات لو هعمل مثلا بقى طواقي بيبي، يعني حاجات كده بيبي، لان البيبيهات شوية حتى لو تولدوا في فصل الصيف بيبقوا محتاجين حاجة برضو تدفيهم، مش زينا ان احنا بنتحرر، فهم لا، البيبيهات لازم نعمل لهم حاجة تكون فيها نسبة قطن، اللي هم البيبيهات حديث الولادة، وفي نفس الوقت تكون يعني ايه، مش خفيفة جامد، علشان خاطر هم بيبقوا ضعاف قوي اول ما بيتولدوا. فانا بحب قوي الخيط ده، ممتاز طبعا، مش محتاج ان انا اتكلم عليه. الكوتون جولد يعني ممتاز، نتيجة فوق الممتاز. هنستعمل له ابرة من 3 لمقاس 4، من 3 ل 4 على حسب الغرزة، شدة ايدك، الشكل في ايدك، يعني ما اقدرش احدد لك مقاس قوي، بس على قد ما انتي شغلك في ازاي في الشغل. كمان ده كده منه، هنا بقى نفس السماكة، مفيش فرق كتير، ولكن هنا اليزا كوتون جولد بس، اهو شايفين اختلاف، هنا كوتون جولد هوبي، هنا كوتون جولد بس، نفس السماكة نفس كل حاجة، بس الشلة دي هنا عندي 100 جرام، 330 متر، 330 متر. برضو هستعملها نفس مقاس الإبرة من 3 ل 4، عايزة بقى تشتغلها بتلاتة، 3 ونص، 4، يعني معاكي لحد 4. كمان من الخيط اللي بعشقه بعشقه كده، اليزا كوتون جولد التويت. كوتون جولد التويت ده تحفة، يعني في نتيجته في الشغل حلوة قوي، زي ما احنا شايفين في كده النقط كده ملونة اهوت، حلوة قوي في نتيجة الشغل اهو، الوانه خطيرة خطيرة يا بنات. الشلة 100 جرام، عدد الامتار فيها 330 متر، زيه زي اللي هو الكوتون جولد بس، اهو زي الكوتون جولد، نفس عدد الامتار 330. حلوة قوي، الوانه حلوة جدا جدا جدا. ده كده الموف، الاسود بتاعه خطير برضو اهو، يعني بصراحة الألوان مظلومة في التصوير، هو في التصوير الألوان بتاعته حلوة قوي. طبعا في منه ألوان كتير بدرجات حلوة قوي، بصوا هنا درجة المشمشي هنا حلوة ازاي، شايفين الألوان اللي فيها الصغننة دي حلوة قوي. في ألوان كتير قوي منه، بالذات الألوان البنصي بتاعته حلوة قوي، زي الاصفر والليموني والبوستاج والبامبا، التويت اللي فيها بيبقى الوان مختلفه وحلوه قوي. طيب الاسعار كده سريعا، التويت ده عامل شالته عامله 36،
الاليزا ديفا عامل 23، الجانجا اغلى شويه، اليزا ديفا اللي هو الجانجا عامل 25، البيبي برضو عامل 23، دي عاملة 16، الاليزا اللي هي كوتون جولد هوبي. كمان الخيط الجديد ده عامل 70 الشلة، اعتقد ان في كل مكان 70 سعرها. كمان البلس كان تقريبا ب 24. بصراحة هي بتختلف الاسعار من مكان للتاني، بس من يعني انا حبيت برضه اقول لكم الاسعار وكده. قلت لكم مقاس الابر دي كده، الخيط ده مش بصراحة مش فاكرة كان سعره قوي، بس ما كانتش غالية، مش عارفة كانت ب 18 جنيه على ما اتذكر، يعني اللي هو ايه الخيط اللي فيه فتلة السرمة دي اللي بتلمع حلوة قوي. دي كده الخيوط اللي انا بحبها قوي وبحب اشتغل بيها يا بنات في الصيف. اتمنى ان اكون في التوكو بحاجة، او اتمنى ان انا اكون يعني قدرت اقول لكم استخدام الخيوط حتى في ايه. بجد بحبكم جدا جدا، وبشكركم وشكرا والسلام عليكم.